اعتراضا مع الزمن. تفضل. قناة روسيا، لقد التقيتم أمس مع رئيس وزراء اليابان، وتقول الصحف اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني يريد أن يعيد المعاهدة في ستينات من القرن الماضي، فماذا يعني هذا؟ لقد جددنا الحوار والمفاوضات مع شركائنا اليابانيين حول هذه المعاهدة، وسأذكركم وقد تحدثوا عن ذلك مرارا أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان هناك اتفاقات محددة حول فصل الأراضي وتحديد الحدود الدول، وهذه الأمور قد ثبتت في المعاهدات الدولية الحقوقية القانونية، وبالتالي ليس لدينا أي صعوبات. وما يمكنني قوله أن ما هو واقع الآن هو مثبت في المعاهدات والقوانين الدولية فيما يخص ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى أي حال فاليابان تنظر إلى هذه المسألة بطريقة أخرى. ففي عام 1969 وقع الاتحاد السوفيتي مع اليابان معاهدة بأن الاتحاد السوفيتي بعد توقيع معاهدة السلام مستعد لتسليم جزيرتين جنوبيتين لليابان، ولم يتم التحديد على أي أسس يمكن تسليم هذه الجزيرتين وكيف سيتم تطبيق ذلك. ولكن كان ما ثبت في هذه المعاهدة هو استعداد الاتحاد السوفيتي للقيام بهذا الأمر، وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل القيادة العليا في الاتحاد السوفيتي وكذلك الحكومة اليابانية. وبعد هذا الوقت الطويل وبعد رئاسة الرئيس غورباتشوف رفضت روسيا تنفيذ هذه المعاهدة، والآن اليابان تطالب بالعودة لمناقشة هذه المعاهدة. وخلال النقاشات يتم مركز المحادثات قد انحرف قليلا عن هذه المعاهدة. وأمس بالفعل خلال محادثتي مع رئيس الوزراء الياباني قال بأن اليابان مستعدة للعودة لمناقشة هذه المعاهدة، معاهدة عام 1956، وبالتالي هذا عمل جاد. وكما تعلمون بأن هناك الكثير من بنود هذه المعاهدة ما تزال غامضة، وكما قلت أن الاتحاد السوفيتي أعرب عن استعداده لتسليم هاتين الجزيرتين، ولكن لم يحدد على أي أسس ولا أي قواعد يمكن تسليم هذه الجزيرتين، وبالتالي هذا يتطلب عمل دقيق لتطبيق هذه المعاهدة. فخامة الرئيس وكالة تاس، لدي سؤال حول مؤتمر دافوس، فكيف تعلقون على أن روسيا يمكن أن ترفض المشاركة في هذا المؤتمر في حال لم ترفع العقوبات عن رجال الأعمال الروس؟ فإذا لم تشارك روسيا في مؤتمر دافوس، كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي؟ حول تأثير هذا المؤتمر على الاقتصاد العالمي، فلا يمكن أن يؤثر، ولكن هذا الأمر يؤثر على القدرة الاقتصادية وقوة الدولة اقتصاديا، وعن النتائج التي تستعرضها هذه الدولة أو تلك من حيث التقنيات والدخل وقلة التضخم وقلة الديون الخارجية والميزانية وغيرها من الأمور الاقتصادية الأخرى. وهنا يمكنني القول
أننا نحاول عموما تحقيق كل الأهداف التي وضعناها أمامنا، ولكن مثل هذه الساحات والمنصات مثل مؤتمر دافوس تعتبر هامة. فأنا كنت أشارك سنويا أو أزور دافوس سنويا عندما كنت في بيتربورغ، وعندما أتيت إلى موسكو أزور هذه المدينة بشكل دوري. تقوم بالسجن هؤلاء الأشخاص في السجون بدون أي قضايا، يقومون باتهامهم بالخيانة، ويتم بعد ذلك إخراجهم من إطار الأشخاص الذين يجب تبادلهم. وطبعا يمكن للسلطة في كييف أن تقوم بتغيير الاتهامات لهؤلاء الأشخاص وبالتالي إخراجهم من إطار التبادل. فنحن نرى حتى الآن أن لدى السلطة في كييف لا توجد رغبة لديها في تبادل الأسرى، وهذا ما نراه مثلا من خلال أسر البحارة مثلا في بحر آزوف، حيث قاموا بأسر هؤلاء البحارة رغم الاتفاقيات الموقعة بيننا بأنه لا يجب عليهم دخول المياه الدولية والإقليمية، فقاموا بأسر هؤلاء البحارة لمدة سنة، وما زال قبطان السفينة حتى الآن موجود في سجونهم. وبالتالي لا وجود لأي رغبة حتى للحديث عن هؤلاء الأشخاص. هكذا تتصرف السلطة في كييف اليوم بالنسبة لمواطنيها. جريدة كمسومسكا برافدا، الجميع اليوم يتحدثون عن التطور الرقمي والاقتصادي، وروسيا متقدمة عن سنغافورة، فهل هناك أي انطباعات بالنسبة لهذا الشيء؟ لا يمكنني أن أعترف بأن نحن الأفضل بكل شيء، إن سنغافورة لديها تطور في الكثير من القطاعات بما في ذلك مسائل الاجتماعية والسكنية. وإذا كان هناك شيء جيد يجري في العالم فعلينا أخذه بالحسبان والامتثال لمثل هذه التطورات مثل تطور المدن. وبالتالي فنحن نرى أن في من خلال تنظيم المدن روسيا تأخذ المرتبة الأولى. هل يمكنكم الحديث عما إن كان هناك إمكانية للقاء بينك وبين الرئيس ترامب، وماذا بشأن الحزمة الثانية من العقوبات؟ فكيف يمكنكم أن تحدثون عن هذا اللقاء بينكم وبين رئيس ترامب؟ هذا يعتمد على جدول أعمالنا. كنا مستعدون للقاء على هامش المؤتمر في باريس، ولكننا كما صرحنا لم نرد أن نعطل هذه الفعالية التي قام بتنظيمها الرئيس الفرنسي، حيث جاء الكثير من ممثلي الدول والحكومات. وبالتالي اتفقنا على لقاء في بوينس آيرس، ونحن مستعدون لهذا اللقاء. ونائب الرئيس صرح بأن الجانب الأمريكي أيضا مستعد لمثل هذا اللقاء. نعم بالفعل هناك الكثير ما يجب الحديث عنه، فكما قلت أن الحوار في باريس كان
مقتضبا ومكثفا. ولقد تحدثنا عن مسائل الأمن وتطوير الاقتصاد والمسائل الإقليمية، والآن تحدثنا مع نائب الرئيس بنفس المواضيع، ولكن المسألة الأساسية التي تحدثنا عنها هي الاستقرار الاستراتيجي، لأنه لا بد من معرفة ما يخص معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، وأيضا معاهدة الأسلحة الهجومية وغيرها، وأيضا فيما يخص العلاقات الاقتصادية المتبادلة. لدينا حجم بسيط من التجارة، ولكن هناك آفاق لتطوير هذا التعاون، وهذا يصب في مصلحتنا ومصلحة الولايات المتحدة. وفي نهاية المطاف الحديث عن النقاط الساخنة في العالم مثل سوريا والملف النووي الكوري والعلاقات بشأن إيران فيما يخص خطة العمل المشتركة لبرنامجها النووي. فهناك الكثير من المسائل التي تهم روسيا والولايات المتحدة، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار على المستوى الرفيع وعلى مستوى الخبراء، ونحن مستعدون للتعاون على حسب ما الجانب الأمريكي مستعد. دعونا نأخذ سؤالين أو ثلاثة وننهي اللقاء. في باريس تحدثتم مع الرئيس ماكرون حول بعض المسائل مثل سوريا وحول إعادة إعمار سوريا، فكيف تعلق دول الأوروبية على ذلك، وما وهل هي مساعدة لصرف الأموال فيما يخص هذا العمل؟ فنحن لا نريد من أوروبا أن تصرف الأموال، وإنما أن تكون مستعدة لإعادة إعمار سوريا لكي يكون هذا في مصلحة الدولة السورية. وخلال هذا العمل المشترك سيؤدي إلى إنشاء فرص عمل وإقامة وإعادة بناء البنى التحتية، وهناك الكثير من الأعمال، وهذا لا يعتمد مباشرة على الإسهامات المالية. أما فيما يخص المساعدات الإنسانية، فأنتم تعلمون بأننا نقوم بإيصال هذه المساعدات بشكل دائم، وأعتقد بأن الجانب الأوروبي قد تفهموا هذه المسائل وكانوا مستعدين للعمل المشترك، وذلك كان أيضا خلال لقائنا في إسطنبول عندما تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدات في إيصال الأدوية والمعدات الطبية. والمستشارة الألمانية والرئيس ماكرون قد تفاعلوا بإيجابية مع هذه المسائل، وأمل بأن يستمر العمل في هذا المجال. وهناك بعض الأعمال المشتركة بيننا وبين فرنسا، حيث تم إيصال مساعدات عبر طائراتنا من فرنسا إلى سوريا، وأمل أن يستمر هذا العمل ليس فقط مع فرنسا بل مع دول أوروبية الأخرى. فالجميع مهتم جدا بإعادة بناء سوريا، وبالتالي هذا يضمن عودة جميع الناس إلى ديارهم. وطبعا نحن نعرف بأن هذا يجب أن يكون عودة طوعية، فمن لا يريد أن يرفض العودة طوعيا إلى بلاده، ولا أحد يقوم بإجبارهم، فأنتم لا يمكنكم إجبار أحد بالقوة على العودة. فالأشخاص يعودون إلى بلادهم عندما يكون هناك بنى أساسية وتحتية، وبالتالي على الدول الأوروبية أن تتخلى عن مخاوفها ورهابها وأن تبدأ بالعمل ومساعدة الحل السياسي.
Владимир Владимирович, вот вы сейчас сказали, что لقد تحدثتم الآن أنه لا معنى من لقاء النورماندي وأن الرباعية النورماندية لن تؤثر بأي طريقة، فكيف يمكن تأثير على كييف؟ إن الرئيس الأوكراني لم يعرب عن رغبته أبدا بتنفيذ اتفاقيات مينسك، فتم مثلا ضمن هذه الاتفاقيات فرض قانون بشأن الصفة الخاصة للدنباس، ولكن الرئيس رفض تنفيذ هذا القانون. فهل سيتغير أي شيء بعد الانتخابات؟ أنا لا أعلم. فإذا أتى شخص ما مثلا وتابع ما يجري الآن فلا شيء أن يتغير، فهل يمكن للرئيس الجديد أن يغير من الأوضاع؟ يجب علينا الانتظار لنرى. السؤال الأخير، هل هناك لقاء بينكم بشأن سوريا؟ أنتم تعلمون بشأن اللقاء بشأن الكارثة بإسقاط طائرتنا في سوريا، وإسرائيل تؤكد بأنها غير متورطة في هذه المسألة، وقد تحدثنا عن كثير من المسائل المتعلقة بهذه الحادثة وغيرها من العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم تكن هناك مواعيد محددة للقاء الثنائي بيني وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي. تفضل. انترفاكس فخامة الرئيس، هل يمكن التعاون مع السعودية في عام 2019 بشأن النفط بالأخذ بالاعتبار الذبذبات الاقتصادية في الأسواق؟ يجب علينا أن نكون حذرين لأن كل كلمة لديها معناها، وبالتالي هذا يؤثر عن الميزانية الفيدرالية. طبعا بالنسبة للتعاون، نحن سنستمر بالتعاون، ومنظمة أبيك قد أثبتت جدارتها، وكما تعلمون أن هناك رأي للخبراء بما في ذلك الخبراء الروس بأن هناك بعض المخاطر، وأعتقد بأن السعر حتى اليوم غير مستقر، يمكن أن ترتفع أسعار النفط، وهناك الكثير من العوامل في هذا الشأن، وقد تحدثنا عن ذلك مع رئيس ترامب في باريس. فخلال سنة ونصف قامت الولايات المتحدة برفع الإنتاج، وهذا أثر على الاستهلاك في الولايات المتحدة، وبالتالي هم قد خفضوا من استيرادهم للنفط، وبالتالي هذا أثر أيضا على الأسواق العالمية، وهذا مرتبط بالإنتاج والذي يعتمد كثيرا على السعر، فعندما ينخفض السعر يبدأ انخفاض العمل في هذا السوق، وبالتالي لابد من إيجاد سعر ملائم، وهو حوالي 70 دولار للبرميل، وهذا سعر مناسب بالنسبة لنا، فنحن ميزانيتنا تحسب من انطلاقا من 40 دولار للبرميل، وبالتالي يجب على الدول أن تفكر بالطرق جيدة للإنتاج والتي تؤثر على الاقتصاد الداخلي. فبالنسبة لنا الاقتصاد الميزانية قد زادت وانتعشت، مع الأخذ بالاعتبار انخفاض الديون الخارجية، وبالتالي هذا يعطي ثقة للعمل للتوصل إلى السرعة في تنمية وتعزيز الناتج المحلي. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.